ثامنا، الجوانب المحاسبية بضمان الأوراق التجارية. وإحنا عرفنا إيش بضمان الأوراق التجارية، يعني أن يأتي العميل إلى البنك، تمام، ويقدم أوراق تجارية لكي يحصل على سلف. نشوف الجوانب المحاسبية. واحد، يتقدم العميل إلى قسم الأوراق التجارية بالأوراق التجارية التي يرغب في إيداعها ضمانا لسلفة، وتحرر حافظة إيداع أوراق تجارية تأمين من أصل وصورة، ويسلم الأصل للعميل بعد التوقيع عليه كمستند على الإيداع. إذن الآن العميل، اعتبر الآن على سيدي أنت موظف البنك، إجاك العميل، أنت الآن شغال في قسم الأوراق التجارية، جاب لك أوراق تجارية، تمام، يرغب في إيداعها ضمانا لسلفة، جاب لك هذه الأوراق التجارية عشان إيش؟ عشان يحصل على سلفة. طيب انت بتحرر الان، بتخليه يحرر حافظة ايداع اوراق تجارية، هذه الحافظة من اصل وصورة. الاصل عندي اصل يسلم لمين؟ للعميل. والصورة وين تبقى؟ في البنك، تمام. طيب الاصل والصورة ايش مفروض يكون عندهم، او ايش مفروض يكون عليهم؟ توقيع العميل كمستند على الايداع. اذا هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، ترسل الصورة مرفقا بها الأوراق التجارية إلى وحدة حفظ الأوراق لمتابعة تحصيل قيمة الأوراق في تاريخ استحقاقها. إذا خلاص الآن عمل الحافظة، تمام، ومن أصل وصورة، وأودع الأوراق التجارية. النقطة الثانية، ترسل الصورة مرفقا بها الأوراق التجارية لمتابعة إيش؟ تحصيل الأوراق التجارية في تاريخ استحقاقها. النقطة الثالثة، ترسل الوحدة الصورة بعد تسجيلها إلى الوحدة المحاسبية بقسم الأوراق التجارية ليتم قيدها في اليومية المساعدة للأوراق التجارية شرطة تأمين، أوكي، وترحل إلى الأستاذ المساعد. ليش قلنا الأوراق التجارية شرطة تأمين؟ لأنه بضمان الأوراق التجارية. طيب النقطة الرابعة، في نهاية المدة تعد مذكرة قيد يومية عامة وترسل للمراجعة الداخلية لمراجعتها. إذا النقطة الأولى، يتقدم العميل الأوراق التجارية ويحرر حافظة. النقطة الثانية، ترسل الصورة مرفقا بها الأوراق التجارية إلى الوحدة لمتابعة تحصيل الورقة وتاريخ استحقاقها. النقطة الثالثة، ترسل الصورة بعد تسجيلها إلى الوحدة المحاسبية لإثباتها في الدفاتر المحاسبية. النقطة الرابعة، في نهاية المدة تعد مذكرة قيد يومية. ليش؟ إيش فائدتها؟ ترسل للمراجعة الداخلية لمراجعتها. نشوف النقطة الخامسة من الجوانب المحاسبية بضمان الأوراق التجارية. خامسا، بعد تحصيلها، يعني الآن خلاص حصلنا الأوراق التجارية في تاريخ الاستحقاق، يتم قيدها كالآتي: من حساب أوراق تجارية تأمين سلف، تمام، إلى حساب مودع أوراق تجارية تأمين سلف. هذا القيد إيش بسميه؟ قيد نظامي. إذا لازم أنتبه له، بعد التحصيل على طول بعمل القيد النظامي، هيكون من حساب أوراق تجارية تأمين سلف، عشان اميز بين الاوراق التجاريه المخصومه وبين الاوراق التجاريه بضمان السلف، تمام، تامين سلف الى حساب مودع اوراق تجاريه تامين سلف قيد نظامي. النقطه السادسه من الجوانب المحاسبيه حيكون ايش؟ يوضع البنك السلفه في حساب باسم المدين. اذا البنك حيوضع السلفه باسم المدين، وهي من الحسابات الجارية للمدينة التي سبق الحديث عنها، اللي تكلمنا عنها فيما سبق، وعنها سيسحب العميل السلفة ويصرف منها أي مبلغ، ويسجل القيد كالآتي: هيكون عندي القيد المحاسبي من حساب جاري العميل بضمان أوراق تجارية إلى حساب الصندوق. يعني الآن إحنا وضعنا السلفة في حساب باسم المدين، اللي هو الشخص اللي أخذ القرض باسم المدين، الشخص اللي اخذ القرض، وهي من الحسابات الجاريه المدينه. الان لما يجيني شخص، انا موظف بنك، ويطلب مني قرض ويقدم لي اوراق تجاريه، فايش حيكون حسابه؟ حساب جاري مدين. طيب اذا هو اجى البنك واودع امواله، ما اخذ قرض، حيكون حساب جاري دائن، اخذناه في الوحده الثانيه. اذا حيكون القيد كالاتي: من حساب جاري العميل اللي اخذ القرض مثلا خالد، بضمان أوراق تجارية، لازم أوضح شرطة، بضمان أوراق تجارية إلى حساب الصندوق. يعني العميل بيقدر يسحب من حسابه الجاري المدين بضمان الأوراق التجارية. طيب النقطة السابعة من الجانب المحاسبية،
بضمان اوراق تجاريه للقروض طبعا، بضمان او السلف بضمان اوراق تجاريه، يقول لك وفي نهايه كل شهر يحسب البنك الفوائد المستحقه على الحسابات الجاريه المدينه. يعني البنك عندما يقرض العميل الان هذا القرض، هل يتم اقراض العميل في البنوك قرض حسن؟ لا طبعا، هناك ما يسمى بالفوائد. اذا في نهاية كل شهر يتم احتساب الفوائد المستحقة على الحسابات الجارية المدينة. انتبه، حسابات جارية مدينة يعني العميل ماخذ قرض، تمام؟ اذا هناك فوائد. كيف حيكون؟ من حساب جاري العميل، احنا مثلا قلنا لمأخذ القرض خالد او السلفة بضمان اوراق تجارية الى مذكورين حساب الفوائد الدائنة، يعني حساب الفوائد الدائنة هذا تكون لصالح البنك، وحساب المصاريف. دائما عز الدارس تكون متذكر انه انت موظف البنك، تمام؟ نشوف النقطة الثامنة من الاجراءات المحاسبية عند تحصيل قيمة الاوراق في تاريخ الاستحقاق. كيف حيكون القيد المحاسبي؟ من حساب الصندوق، تمام، الى مذكورين حساب جاري العميل بضمان اوراق تجاريه وحساب جاري العميل كذا بضمان اوراق تجاريه. المقصود فيها هنا جاري العميل مثلا هنا خالد وهنا ايمن، تمام، انه مثلا خالد ايمن سعيد كذا، انه تعدد العملاء، تمام. اذا هذا القيد عند تحصيل قيمة الأوراق في تاريخ الاستحقاق. طيب القيد التابع لتحصيل قيمة الأوراق في تاريخ الاستحقاق إيش حيكون؟ من حساب مودعي أوراق تجارية تأمين سلف إلى حساب أوراق تجارية تأمين سلف. إيش هذا القيد إذا بتتذكر عز الدرس؟ هذا هو نفس القيد النظامي ولكن تم عكسه. يعني هو كان من حساب أوراق تجارية تأمين سلف إلى حساب مودعي أوراق تجارية تأمين سلف، عكسناه، فبالتالي هذا إيش بنسميه عند التحصيل؟ إلغاء القيد النظامي، تمام. نشوف النقطة التاسعة والأخيرة من الإجراءات المحاسبية بضمان الأوراق التجارية للسلف، بقول لك أما إذا رفضت، إيش هي اللي رفضت؟ مقصود بها الأوراق التجارية، فإن البنك يرد الورق إلى العميل اللي قدمها لكي يحصل على سلفة ويسجل من حساب مودعي أوراق تجارية تأمين سلف إلى حساب أوراق تجارية تأمين سلف، ويكون بين رفض أوراق تجارية وإعادتها للعملاء. إذا لاحظت عزيزي الدارس كذلك هذا نفس القيد النظامي، تمام؟ إذا هنا إيش صار؟ لما رفضت الورقة التجارية وردها البنك للعميل يتم عكس القيد النظامي اللي أنا عملته أول حاجة، تمام؟ ويثبت بهذا البيان رفض أوراق تجارية وإعادتها للعملاء.